اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، ودلوقتي بنبتدي معاكم اول حواراتنا، وهتكون قراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم بصحبه الاستاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. اهلا بحضرتك معانا استاذ ايمن، صباح الخير. صباح الخير، اهلا. اسمح لنا هنبتدي على طول من جريده الجمهوريه ومعانا هذه العناوين. بعد 50 عاما من التجميد، توقيع عقود المحطه في يوم تاريخي للطاقه المصريه، اليوم السيسي وبوتين يطلقان اشاره الضبعه النوويه. يعني طبعا استاذ ايمن، إن من المقرر النهاردة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، وطبعا لما نتكلم عن روسيا يبقى لازم نذكر مشروع الضبعة النووي اللي بيكتمل طبعا بالتعاون مع الجانب الروسي. هو الزيارة أعتقد أن الضبعة جزء منها، هو جزء مهم، يعني الضبعة من المشروعات القومية الكبرى اللي تم تحقيقها في مصر أو بيتم تحقيقها في مصر مع المشروعات الأخرى، توفر طاقة وفيها استخدامات سلمية كتير. لكن جزء مهم من في تقديري ان الزيارة مش الضبعة، يعني الضبعة على هامش على هامش الزيارة او جزء من الزيارة، لكن تم الاتفاق وتم هيبقى التوقيع وهيبتدي الشغل. لكن الجزء الاهم هو العلاقات الثنائية الروسية المصرية وما فيها من تفاصيل كتيرة بناء على التحالفات المعقدة أو شديدة التعقيد الحالية في المنطقة، ومنها مسألة الأمن، مسألة داعش، مسألة إسرائيل وفلسطين والقرار الأخير بتاع القدس، وجزء منها مسألة السياحة وإعادة السياحة الروسية لمصر. ده طبعا احنا بنلاحظ انه يمكن ده سادس او ثامن لقاء تقريبا بين الرئيسين منذ ان تولى الرئيس السيسي، وتاني زياره الرئيس بوتين. فيعني العلاقات مع روسيا في تحسن مستمر وفي استقرار منذ ان جاء الرئيس السيسي، واعتقد ان ده هيسهم، وده يعني جزء من التهدئه اللي حصل في سوريا كان بالتوافق المصري الروسي. واتصور ان في ملفات، لكن الملفات الاهم من الضبع هو الملف الامني اللي بيخص داعش، تحول داعش، نقل داعش برعايه الامريكان والاتراك الى ليبيا من سوريا والعراق، الازمات اللي في اللي ازمه اليمن، وازمه اليمن جزء من المتفجرات الكبرى القادمه في المنطقه، يعني المنطقة الحية بتشهد العديد من الأزمات اللي ربما بالفعل تكون مطروحة على مائدة الحوار في هذه القمة المصرية الروسية. بنروح إلى جريدة الأهرام ومعنا هذه العناوين. مصر تكثف جهودها لمواجهة تحديات المنطقة، الرئيس يبحث مع العاهل الأردني وأبو مازن التحرك دوليا بشأن القدس، وقوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها، ومنظمات الهيكل تدعو لاقتحام الأقصى. يعني طبعا أستاذ أيمن، الوضع في القدس وفلسطين ومن حولها الدول العربية بيشهد أحداث يعني صعبة في هذه الأيام بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. فحضرتك شايف هذه التحركات العربية كردود أفعال على هذه الخطوة الأمريكية؟ يعني أنا يعني في تقديري لما تم في حتى في اجتماع وزراء الخارجية العرب أنه اجتماع ضعيف ولم يسفر عن شيء، وهم تحصيل حاصل، يعني ما فيش حاجة جديدة. قد يكون التحرك العربي الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني هو اللي ممكن يكون فيه بارقة أمل. أنا مش عارف ليه بحلم أو بتصور أن أبو مازن، الرئيس أبو مازن، ليه ما يقومش بإعلان دولة فلسطين، يقوم بالإعلان وأن عاصمتها القدس. يعني إذا كان ترامب أعلن موافقته على أن أو اعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل، طبعا احنا شفنا المواقف الدولية الأخرى مع الروسي والصيني والفرنسي، الموقف الفرنسي كان يعني شديد الجمال، يعني كان ممتاز جدا. فليه الإخوة الفلسطينيين ما أعلنوش إقامة الدولة أو إعلان الدولة الفلسطينية بحدود 67 وأن عاصمتها القدس، وتبقى في يعني هو يشارك في صنع أزمة
ويترك للمجتمع الدولي أن يحلها، لأن هو المجتمع الدولي مش هيحل الأزمة، أزمة الأس مش هيحل الأزمة الفلسطينية إذ لم يكن الفلسطينيين نفسهم عندهم قدرة على حل القضية. حاجة تانية أن هم ليه ما بيعلنوش الباسبور الفلسطيني بدل ما مكتوب عليه السلطة الفلسطينية؟ ليه ما بيكتبش ما بيعملوش دولة فلسطين؟ هو خايف، يعني انا ناقشت حد من الاخوة القياديين في فتح، خايف انه لو كتب على الباسبور دولة فلسطين ومشاه زي كل الباسبورات او جوازات السفر في العالم، انه ممكن في بعض الدول غير المعترفة بالكيان الفلسطيني انها تعترف ايضا بجواز السفر. يعني انا في يعني هم عندهم محاذير، أنا في تصوري إنها محاذير وهي، لكن قد يكون لهم حساباتهم، لكن في النهاية إحنا بنبص على الحسابات الأشمل والأعم أكيد. اللي هي التاريخية اللي تبقى على مدى العمر أو على مدى تاريخ الدول، إنه ليه ما يعلنش قيام الدولة وعاصمتها في القدس؟ أكيد، يعني بما أنه القضية الفلسطينية هي القضية الأولى عربيا، فهي تحتاج بالطبع إلى تكاتف كافة الدول العربية لاستعادة هذه القضية لحقها واستعادة فلسطين محررة مرة أخرى. إلى جريدة المصري اليوم، وما زلنا نواصل الحديث عن ردود الأفعال في هذا الإطار. الجامعات تنتفض، القدس عاصمة فلسطين. أيضا ردود الأفعال لا تتوقف عند المسيرات في فلسطين أو عدد من الدول العربية، ولكن تحديدا نتحدث عن شباب الجامعات، هم ينتفضون ضد هذا القرار. فيعني كيف تتابع ردود الأفعال من قبل الشباب في الجامعات؟ يعني هو ردود الأفعال الشعبية المصرية لا تختلف عن ردود الأفعال الشعبية في موريتانيا أو في الجزائر أو في تونس أو في أي قطر عربي من البلدان العربية الإسلامية، ولكن ماذا بعد؟ يعني إحنا جيل، أنا جيلي مثلا نشأ من اللي نشأ على أنه كل مظاهرة نحرق العلم الإسرائيلي والعلم الأمريكي ونمشي نهتف ضد إسرائيل وضد أمريكا ونعلن المقاطعة، وبعض الشباب ينسلوا من المظاهرة ويشتروا بيبسي أو يشتروا المنتجات الأمريكية. يعني إحنا بنعمل إيه؟ هذه إن لم تكن إحنا بنناضل بس على الفيسبوك في المظاهرات وفي وحد هيقول إن ده هو ما تمتلكه الشعوب، لا، الشعوب تمتلك أن على الأقل، وهو أضعف الإيمان، يعني إنها تقاطع البضائع الأمريكية بشكل حقيقي. يعني إذا الشعوب العربية بحجم الإنفاق العربي، وإحنا أنفقنا استهلاكي بالدرجة الأولى، لكن البعض بيتحدث أستاذ أيمن عن صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع. مثلا لو تكلمنا عن الأدوية، فيعني ربما يكون الأمر ده صعب جدا. لا، ما هو الأدوية مثلا الأمريكان عاملين أدوية، لكن الفرنسيين والإيطال والألمان عاملين أدوية والإنجليز. يعني هو مش بالضرورة يعني شوفي، مفيش اجماع على انه ان احنا ناخد موقف، احنا ما بناخدش موقف حقيقي، لا حكومات ولا شعوب، احنا فعليا بنناضل على الفيس، بنتكلم كلنا، بنتكلم على ان احنا فلسطين عربيه والقدس عربيه واحنا دي قضيتنا الاولى والاخيره، وكل الكلام اللي احنا يعني تقريبا اسودت منه صفحات عشرات الالاف من الاصدارات الكتب والجرائد يعني وسمعنا ساعات كثيره في التلفزيونات منذ عقود، لكن فعليا الشعوب يعني ابسط شيء كان ممكن ان الشعوب تعملها هي المقاطعه. الحكومات ليه ما تعلنش المقاطعه للبضائع الامريكيه؟ ليه ما يعني كان ممكن انه الحكومات تاخد قرار بانه مقاطعه البضائع ورفض البضائع الامريكيه، وده على الاقل يبقى موقف صحيح في حسابات للدول في علاقتها مع بعض، صحيح في اتفاقيات تجاريه، صحيح في، لكن اذا كان هذا الرئيس الامريكي ضرب بكل الحياء العربي عرض الحائط يعني لم ينظر إلى أي اتفاقيات أو أي يعني لم يحافظ على ما يمكن أن يحافظ عليه في علاقاته مع الدول يعني العربية وأخذ هذا القرار، فإحنا على الأقل من باب الرد صحيح المستطاع. يعني لابد أن تكون هناك خطوات على أرض الواقع ليس فقط بالضبط، لكن مش هنقعد كل يوم نتكلم. يعني فلسطين شبعنا
حديث حوالين عروبة فلسطين، واحنا عارفين انها عربية وعارفين القدس عربية. يعني الحقيقة للأسف في الفترة الأخيرة واحنا بنقول فلسطين هي قضية العرب الأولى، انضم ليها أيضا عدد من الأزمات في الدول العربية، أصبحت أيضا في على رأس اهتمامات بالأسف. الدول العربية وطبعا على رأسها مصر. بنروح إلى جريدة الأخبار ونتحدث عن الوضع في ليبيا. وخلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرئيس السيسي، موقفنا ثابت بالتوصل لحل سياسي للأزمة في ليبيا وإعلاء المصلحة الوطنية، شكري القضية الليبية في مقدمة الأولويات المصرية. يعني زي ما كنا بنتكلم أنه أيضا الأزمة في ليبيا هي من مقدمة الأولويات المصرية. كيف تثمن الدور المصري في محاولة إنهاء الصراع والأزمة الليبية؟ طبعا يعني الدور المصري هو الدور الحقيقي الوحيد المخلص في القضية الليبية، وأنا متابع للقضية الليبية منذ سنوات، ومتابع التحركات حتى دول الجوار ما بين سوريا ما بين السودان وتشاد والنيجر وتونس والجزائر. مصر هي الدولة الوحيدة المخلصة لحل القضية في ليبيا أو لحل الإشكاليات اللي بقت إشكاليات فعليا في ليبيا لأسباب كثيرة، أهمها طبعا تأثيرها على الأمن القومي المصري. السبب الثاني أن جزء كبير من الشعب الليبي هو يصنف على أنه شعب، يعني يصنف على أنه مصريين، لأن احنا نعرف أنه نسبة أكثر من 30% من الليبيين خصوصا في الشرق الليبي في برقة متجوزين مصريات، يعني تقريبا جزء كبير من أولاد الليبيين أو الشباب الليبي هو أمه مصرية. العلاقات التاريخية القديمة، العلاقات هي علاقات حقيقية، سواء علاقات دم أو علاقات نسب أو علاقات صحيح. اقتصادية حتى في فترة ازدهار ليبيا اقتصاديا. التأثير الأهم بقى هو المصيبة الكبرى أنه أجهزة الاستخبارات الدولية وأمريكا وكل المنظمات الإرهابية أرسلت لنا داعش إلى أو العناصر التكفيرية، وخصوصا العناصر التكفيرية الأشد خطورة بقت في ليبيا، سواء اللي جاي من سوريا ومن العراق أو اللي جاي من السودان أو اللي جاي من مالي والصحراء. وده الحقيقة اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي من جريدة الوطن، مقتل قائد قناصة بيت المقدس وثلاثة عناصر إرهابية وتدمير ثلاثة أوكار للمتطرفين وسيارة محملة بالأسلحة في قصف جوي برفح. يعني زي ما حضرتك بتتكلم أنه الحدود للأسف في الفترة الأخيرة مختلف، حدود مصر بقت أصبحت تصدر إرهابيين أو وبيحملوا أسلحة مختلفة، ولكن أيضا جهود القوات المسلحة بتتواصل لصد ومنع هؤلاء الإرهابيين ومحاولة القضاء عليهم، فكيف تتابع هذه الجهود؟ طبعا هو الجيش قايم الحقيقة بدور عظيم جدا في محاربة الإرهاب والقضاء على الإرهاب، وتقريبا هو يعني الجهة الوحيدة في مصر اللي بيحارب الإرهاب بشكل منهجي وبشكل حقيقي. وده احنا بنقول انه يعني انا اتمنى ان كل الناس تتعاون حتى بالمعلومة، لانه احيانا المعلومة من الناس بتشوف ممكن تحركات مريبة، يعني احنا كافراد كمواطنين ممكن نشوف تحرك مريب او شخص عجيب او غريب في نطاق معين، زي مثلا حاسة الرد. إبلاغ الجهات المسؤولة اللي حتى هي بتعلن عن أرقامها في التلفزيونات ده مهم جدا، ده واجب وطني الحقيقة على كل يعني لمساندة الجيش. لكن الجيش عامل شغل كويس جدا، الجيش عامل شغل كويس جدا في الحدود الغربية، وكل شوية بنسمع عن رصد وتدمير عربات تهريب سلاح أو مخدرات، لكن ده مش كفاية انه احنا لازم نتعاون كمواطنين. كمان في يعني الأزمة الحالية سواء في اليمن او في سوريا او في ليبيا، وخصوصا في ليبيا، انا يعني من فترة اتكلمت، ويعني انا بعيد الكلام ده تحديدا، انه لابد ان يكون في هناك تعاون اقليمي على مستوى المعلومة، حتى المستوى رصد الإرهابيين، لأن الإرهابيين بيتحركوا في العالم في النطاق المحيط بنا سواء الإقليمي أو العربي بشكل سريع جدا وبشكل سهل. أكيد، ولكن طبعا الجهود متواصلة
لردع هؤلاء الإرهابيين، وهناك العديد من الضربات الاستباقية اللي بتحسب للأجهزة الأمنية في هذا المجال. بنروح لجريدة الأهرام مرة أخرى ومعنا هذا العنوان: وكالة الأنباء الفرنسية: مصر تبهر العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة. يعني في الفترة الماضية أستاذ أيمن تابعنا منذ بداية الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أن هناك العديد من المشككين في هذا المشروع، ولكن بالفعل مع طرح وحدات سكنية في هذا المشروع ابتدى الحلم بيتحقق على أرض الواقع. وهنا الحقيقة بنتكلم عن حديث أيضا دولي أو صدى خارجي. يعني هو ده طاقة النور أو نقطة التفاؤل الجميلة في مصر في الوقت ده، أنه المشروعات الاقتصادية العملاقة أو مشروعات التنمية القومية الكبرى اللي بتتم في مصر، احنا لازم نشعر أو نعرف أن مصر حققت في خلال الثلاث سنين الأخيرين دولت مجموعة من المشروعات اللي هتسهم في الرخاء أو استقرار وزيادة معدلات التنمية في مصر خلال عقود قادمة إن شاء الله. مشروع العاصمة الإدارية هو من أهم المشروعات اللي تمت. أنت عارف حضرتك يعني إحنا زميلنا وجدي الأستاذ وجدي رزق عمل تحقيق من سنتين في الأهرام حوالين خسائر مصر من أزمة القاهرة اللي هي أزمة المواصلات والزحام والتلوث واستهلاك البنزين واستهلاك العربيات. كانت تقديرات الخبراء اللي رصدوا الأزمة أنه مصر بتخسر سنوياً 20 مليار دولار. فتخيلي لما تمتص العاصمة الإدارية هذا الكم من على الأقل من الحجم الإشغال الحكومي، سواء السيارات سواء المواطنين والزحام اللي بيسببوه والتلوث والاستهلاك، ده هيقلل كتير من هذه الأزمات. فضلا عن في مشروعات كتيرة يعني ممكن نتكلم عليها، لكن أكيد ده احنا بنقول ان مصر في ظل انها بتحارب في الإرهاب سواء داخليا او خارجيا أيضا بتحارب في التنمية وتنمية. يعني بتعمل عمليات تنمية كبرى في مصر. أكيد يعني بالحديث عن هذا المشروع الواعد والعديد من المشروعات القومية الواعدة بتنتهي هذه الجولة في صحافة اليوم. بنشكر حضرتك جدا أستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا لوجود حضرتك. شكرا لفضلك. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح، ولكن بعد موجز الأنباء وبعد الفاصل.